السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم الدكاترة عاملين ايه؟ النهاردة هنشرح الـ Cardiac Muscle Properties Part 1. الـ Cardiac Muscle Properties، عضلة القلب عندها أربع خصائص، هنشرح منهم النهاردة ثلاثة وهنأجل واحدة الـ Part 2. ايه هما الثلاث خصائص اللي هنشرحهم النهاردة؟ هما الـ Excitability، الـ Autorhythmicity والـ Conductivity. هنشرح كل واحدة بالتفصيل وبعد كده نعمل ريكاب سريع ليهم هما الثلاثة. اول حاجه الاكسايتابيليتي. الاكسايتابيليتي بتعريفي بسيط كده خالص، هي استجابه عضله القلب لستيمولس معين واقع عليها، تحديدا هي قدره عضله القلب دي ان هي تستجيب لستيمولس معين واقع عليها. تمام، الاستيمولس ده لازم يكون محقق حاجتين، ده معنى كلمه اصلا اديكوت ستيمولس، ان هو يكون مناسب لعضله القلب من حيث حاجتين. اول حاجه السترينث، تاني حاجه التايم. يعني ايه strength ويعني ايه time؟ يقصد هنا بالstrength ان يكون الاستيمولس ده واصل لقيمة threshold. يعني ايه قيمة threshold؟ هي قيمة معينة in form of electrical change بيكون واصل لها الاستيمولس المعين ده. تمام؟ لو وصل القيمة دي بتقدر المصل تتعرف عليه وتعمل معاه response، تستجيب لي. طيب هو مش واصل اصلا لقيمة threshold؟ لا، المصل هتتجاهله تماما ولا كأنه جه اصلا. طيب هو اعلى من قيمة threshold؟ تمام، هتعامل معاك عادي جدا وهدي الريسبونس بتاعي. تمام، طيب بالنسبه للتايم، يعني ايه اكون متناسب من حيث التايم؟ عضله القلب بيجي عليها اوقات خلال السايكل بتاعتها ما بتكونش قادره خالص تستجيب لاي ستيمولس مهما كانت قوه الستيمولس ده، فبالتالي ما ينفعش الستيمولس بتاعي يكون محقق ثريشولد واجيبه في فتره من فترات الـ الراحه خالص بتاعه العضله دي، اللي هي ما بينفعش تستجيب لاي حاجه. هي ما اسمهاش كده، احنا هنتعرف على اسماء الفترات دي قدام، ولكن خلينا نسميها فترة اللي هو ايه، انا مش بستجيب لاي حاجة دلوقتي. فعضلة القلب لما بيكون في الفترة دي مش هينفع انها تستجيب لاي استيمولس مهما كانت قوته. تمام، بيقول لك ايه؟ بيقول لك the initial response to a stimulus is electrical activity in the form of action potential. It is followed by mechanical activity in the form of contraction. يعني ايه الكلام ده بقى؟ هو عايز يقول لك ان الاستجابه المبدئيه لاي ستيمولس من قبل يعني عضله القلب بتكون electrical activity. تمام، in the form of action potential. يعني انا دلوقتي هستجيب في الاول، فهيبقى كل شغلي electrical. تمام، شحنات action potential على هيئه electrical activity. تمام، طيب الالكتريكال activity دي بيكون اسمها action potential، يليها مرحلة اسمها ميكانيكال اكتيفيتي. ميكانيكال اكتيفيتي دي بتكون in the form of contraction. الكلام ده هيوضح قدام اكتر، بس خليك فاهم معنى الجملة دي كده بشكل مبدئي. ده الالكتريكال basis of cardiac action potential، شكل الكيرف البسيط او الكيرف الطبيعي للاكشن potential of the cardiac muscle. هو في اختلافات شوية عن الكيرف بتاع skeletal muscles هنعرفها قدام، بس بالشكل البسيط دلوقتي هنلاقي ان في اول فيز اهي من حيث ترتيب الحدوث، فيز نمبر 4 اللي هي الريستنج ميمبرين بوتنشال، بعديها يليها على طول فيز نمبر 0 اللي هي الديبولاريزيشن، ودي فتره يا دكاتره سريعه جدا في حدوثها، اهو هتلاقوا الاسلوب طالع فوق كده فجاه، فده معناه ان هو كان اللي حصل الديبولاريزيشن اللي حصل كان سريع جدا. تمام، بعدها يليها الفترة الصوانطوطة دي وهنعرف دي ايه قدام، دي فيز نمبر 1. بعد كده البلاتو، ومن اسم البلاتو يعني فترة ثبات، فيز نمبر 2. واخيرا فيز نمبر 3 اللي هي العودة الى الراحة، فترة الريبولاريزيشن. كل الكلام اللي بقوله ده هيتفسر قدام بالتفصيل. واخيرا رجعنا ليه فترة الراحة عادي جدا. تمام، هنبدأ نشوف بقى الاكشن بوتنشال اوف اوردينري كاردياك ماسل فايبرز. يعني ايه اوردينري كاردياك ماسل فايبرز؟ هما الاتريوم والفنتريكل، عادي جدا. تمام، هلاقي بين قوسين بيقول لك الرابيد ريسبونس اكشن بوتنشال، والتسميه دي مهمه جدا انها ممكن تيجي في الام سي كيو. بدل ما يقول لك الاكشن بوتنشال اوف اوردينري كاردياك ماسلز يقول لك الرابيد ريسبونس اكشن بوتنشال، ومفروض تكون انت عارف هو قصده عن مين، لان في قدام حاجه اسمها slow response action potential هنجيلها وهنعرف اسمها كده ليه. بس مبدئيا دلوقتي احنا ليه مسمين الاكشن potential of the cardiac muscle of the ordinary cardiac muscle fibers be a rapid response action potential؟
في الحقيقة بيعود تسمية الرابيد ريسبونس للآين، سرعة الآين اللي بيدخل يعمل أصلاً ديبولاريزيشن، ألا وهو الصوديوم آين. صوديوم آين يا دكاترة لما بيدخل ويعدي السيل ممبرين عشان يعمل الديبولاريزيشن بيكون دخوله سريع جداً، تمام؟ سريع بشكل ملحوظ عن الآين اللي بيدخل يعمل أكشن بوتنشل في نوع تاني من المسلز جوه الكاردياك مسل، تمام؟ ايه هو النوع ده؟ اسمه الاوتونوميك سيلز. الاوتونوميك سيلز او الاوتوماتيك سيلز دي اللي هي الاس اي نود الاي في نود والباركنجي فايبرز، هنتعرف عليهم قدام. الاين اللي بيدخل في حالتهم ويعمل اكشن بوتنشل هو الكالسيوم اين، تمام؟ كالسيوم اين ده بطيء جدا في دخوله، فساعتها هتلاقيه بيتقال عليه ايه في الاس اي نود والاي في نود والباركنجي فايبرز، هنلاقيه بيتقال عليه slow action potential. فكده احنا فهمنا بشكل تقريبي ايه سبب تسمية الرابيد ريسبونس بالاسم ده و slow response بالاسم ده. اوكي، نبدأ في اول فيز من حيث ترتيب الحدوث، هي فيز نمبر 4 اللي اسمها resting membrane potential. resting membrane potential دي هي فرق الجهد ال potential difference between the outer and inner surfaces of the cell membrane with the inside negative and respect to outside which is positive. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي انا عندي سيل ممبرين اهو، ده الاوتسايد بتاعه وده الانسايد بتاعه، منطقي، تمام؟ بيقول لك ان بره السيل بيكون بوزيتيف تشارج وجوه السيل بيكون نيجاتيف تشارج. يعني ايه الكلام ده بقى؟ اولا هو قال لك ان ريسبكت تو، يعني بالنسبه لي، يعني مش عايز يقولك ان جوه نيجاتيف بجد نيجاتيف صريح وبره بوزيتيف بجد بوزيتيف صريح، لا، ده جوه ممكن يكون اصلا يا دكاتره ions with a positive charge اصلا، يعني مفيش negative charge ions جوه خالص. امال ايه النيجاتيفيتي اللي موجوده دي؟ دي حاجه نسبيه بتعبر عن ان البوزيتيفيتي جوه السيل اقل من البوزيتيفيتي بره السيل، او بمعنى تاني نيجاتيفيتي جوه السل اعلى من نيجاتيفيتي بره السل. تعالوا نبسط الموضوع اكتر. ممكن يكون عندي بره 10 ايونات موجبه الشحنه، وعندي جوه مثلا 4 ايونات موجبه برضو الشحنه، تمام؟ هنا مفيش اصلا ايونات سالبه، بس ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاني قلت ان جوه نيجاتيف وبره بوزيتيف؟ ان البوزيتيفيتي جوه اقل، الخاصيه الموجبه جوه اقل من الخاصيه الموجبه بره، فكان الخاصيه السالبه جوه اعلى، فانا بمثل ان جوه سالب وبره موجب بس، لكن اصلا الاينز اللي جوه موجبه والاينز اللي بره موجبه برضو، مفيش اي فرق، تمام؟ بيقول لك ان قيمه البوتنشال ديفرنس بتاع الريستنج ممبرين بوتنشال بيكون -90 ملي فولت او نيجاتيف 90 ملي فولت. الاقي هنا على شكل الكيرف او الجراف اهو تقريبا اهي -90، تمام؟ طب ايه اسباب الريستنج ممبرين اكشن بوتنشال؟ ايه اسباب ان الحاله دي تفضل في وضع الراحه؟ اولا حاجتين، selective permeability والصوديوم بوتاسيوم بمب. يعني selective permeability الكارديك ماسل فايبر ممبرين، سيل ممبرين يعني بتاع الكارديك ماسل بيكون more permeable to البوتاسيوم ions ان هي تطلع بره السل، فبنلاقي ان اثناء الراحه عادي جدا في الوضع الطبيعي البوتاسيوم ions دايما بتميل ان هي تطلع من جوه السل وتخرج لبره السل، تمام؟ طيب ايه اللي بيخليها تعمل كده؟ حاجة اسمها الكونسنتريشن جريدينت، والكونسنتريشن جريدينت ده احنا فاهمينه من ايام ثانوية عامة ان المنطقة اللي بيكون فيها كونسنتريشن عالي فبيبدأ الفلو يخرج منها تجاه المنطقة اللي فيها كونسنتريشن اقل، فده موجود جوه السل، فبالتالي خرجت السل عندي البوتاسيوم من جوه السل لبرا السل، تمام؟ السبب التاني حاجة اسمها بوتاسيوم اسمها صوديوم بوتاسيوم بوب. البامب دي المضخة دي كل شغلها الشاغل في الخلية ان هي بتمسك 3 صوديوم اينز وتخرجهم برا السل، تمام؟ تطردهم برا اهو صوديوم، وتمسك
2 بوتاسيوم آينز وتدخلهم جوه. طب يا جماعة ده عكس اللي كان أصلا بيحصل في الطبيعي. أنا الطبيعي بتاعي تمام إن البوتاسيوم بيخرج من جوه لبره، لقيت البامب دي أصلا بتعمل إيه؟ بتدخل لي 2 بوتاسيوم آينز من بره لجوه. تمام، فاحنا نفرق هنا بس بين الاثنين، مين بيدخل مين بيخرج عشان ما تتلخبطش في الام سي كيو والحاجات دي. تمام، نيجي الفيز نمبر 2، هي الديبولاريزيشن فيز. الديبولاريزيشن فيز بقى يا دكاتره هي اللي بتعمل، هي اللي بتحدث الفارق. ايه اللي بيحصل فيها كده؟ تمام، تعالوا نشوف. اولا ما بيقول لك بيكون فيها sudden upstroke of membrane potential from negative 90 to positive 20. تمام، طيب يعني ايه sudden upstroke؟ انا بلاقي هنا على الجراف، لو رجعنا للجراف بلاقي ان ال احنا كنا هنا اهو، كنا هنا اهو النقطه الكبيره اللي انا بعملها دي، واقفين عند النيجاتيف 90 عادي، فجاه كده طلعنا اهو بسرعه جدا وصلنا عند بوزيتيف 20. ده معنى sudden upstroke. تمام تمام، طب ايه اللي تسبب عندي بالسودن ابستروك؟ دخول الرابيد بوتاسيوم صوديوم انفلكس. تمام، as a result of activation or opening of sodium voltage negative gated channels اللي برضو بنسميها fast sodium channels. تمام، دي بقى حفزت عندي cardiac muscle ان هي تستجيب، ان هي تعمل الريسبونس بتاعها in form of action potential، تحديدا الديبولاريزيشن فيز. تمام، فاحنا لو نلاحظ اهو، احنا كنا سائلين من شويه ان الصوديوم ده لما بيجي يدخل جوه السل بيكون داخل بشكل سريع جدا. تمام، فبمجرد ما الصوديوم دخل حدث عندي الديبولاريزيشن، ده حدث عندي sudden upstroke of membrane potential ده من نيجاتيف 90 لبوزيتيف 20. اوكي، نيجي عند الفيز اللي بعدها اللي بنسميها ريبولاريزيشن فيز. ريبولاريزيشن فيز يا دكاتره في الاكشن بوتنشال بتاع الكاردياك ماسلز، تحديدا اوردينري كاردياك ماسلز، بيكون تروي فيزيك. يعني ايه تروي فيزيك؟ يعني بيتكون من 3 فيزز. اول فيز هي رابيد سموث، رابيد سمول فيز، تاني فيز هي البلاتو فيز، واخر واحده هي رابيد لارج فيز. تمام، تعالوا نشوف كل واحده بالترتيب وبالتفصيل. اول حاجه الرابيد سمول فيز، هي رابيد عادي جدا بس سمول فيز، اللي كنا شايفينها على الجراف اللي كان شكلها بالمنظر ده كده. احنا كنا كده النزله البسيطه دي، يبقى كده البلاتو، بعد كده ايه النزله دي، الجزئيه دي كده يا دكاتره، النزله الخفيفه دي هي الرابيد سمول فيز، حتى من اسمها سمول عشان نزله بسيطه، رابيد لان هي سريعه عادي جدا. تمام، هي بسبب ايه؟ اول حاجه ان اكتيفيشن، يعني غلق بوابات الصوديوم اللي كانت بتدخل لي الصوديوم. تمام، اولا ده اللي بيحدث الاول. ثانيا بعمل انفلو اوف كلورايد اينز. بعدها هنا، هنا ما فيش ترتيب حدوث قوي، انا بتكلم بس ترتيب الحدوث ان ده اللي بيحصل الاول، وافهمك ليه تحديدا ده، ده اللي بيحصل الاول. اوكي، بعدها يعني انفلو زي ما قلت انفلو اوف كلورايد اينز، بعد كده ستارتنج بوتاسيوم اوت فلو. ما احنا الطبيعي بتاعنا ان البوتاسيوم بيخرج من جوه السل لبره السل، بس انا عشان كنت في ديبولاريزيشن فيز فكنت عمال ادخل جوه صوديوم، وفي الاتجاه المقابل عمال موقف خالص عمليه دخول او خروج الاينز اللي هي البوتاسيوم. انا بدخل ولا بخرج، هي زي ما هي. تمام، فخلاص انا هبدا تاني اخرج الايه البوتاسيوم. طيب انا ليه قلت ان الانكتيفيشن اوف صوديوم فولتج نيجاتيف جيتد شانلز ده اللي بيحصل الاول؟ لان بالمنطق كده يا دكاتره، انا مثلا لو كنت ماشي بعربيه على طريق سريع وماشي بسرعه عاليه جدا، افتكرت حاجه فعايز ارجع بظهري، بظهر العربيه، او مثلا الف وارجع، هل واثناء ما انا سايق على السرعه بتاعتي دي مجرد ما خدت القرار هلف دريكسيون وارجع على طول، ولا بقف تمام وبعد كده ببدا الف؟ لا، انا بقف خالص، بوصل السرعه لزيرو تقريبا، وبعد كده الف براحتي اشوف انا عايز اعمل ايه. فهي هنا نفس المنظر بالظبط، نفس الحاجه بالظبط، انا هعمل ان اكتيفيشن، هقفل الصوديوم شانلز دي اللي كانت بتدخل عندي الصوديوم بشكل سريع،
وبعد ما اقفلها اشوف بقى دنيتي، اشوف انا ازاي هرجع الايه الاوت فلو مثلا بتاع البوتاسيوم، ادخل فلو للكلورايد، الحاجات دي كلها تمام. بس اتاكد الاول ان احنا عملنا ان اكتيفيشن للصوديوم شانلز. تمام، نيجي عند البلاتو فيز. البلاتو فيز دي بيقول لك ايه بقى؟ at which membrane potential is maintained from some time at negative millivolt. اسف، 0 millivolt. يعني هو عاوز يقول لك ان في البلاتو بيكون عندي الممبرين بوتنشيال ده، فرق الجهد ده بتاع الممبرين ثابت تماما وكمان عند الزيرو. طيب ايه اللي بيخليه كده؟ انا فجأة كنت بتحرك عادي، فجأة بقيت في حالة ثبات وعند الزيرو كمان. الثبات ده بسبب بالانس. البالانس ده بتوين حاجتين اكيد. اول حاجة يقول لك the increasing potassium efflux through the voltage negative gated potassium channels. حصل عندي increasing زيادة في البوتاسيوم إفلكس، خروج البوتاسيوم، قابلها عندي تمام الانفلكس بتاع الكالسيوم آينز. أنا أصلا ما كانش في عندي كالسيوم بيخرج، أنا كنت كل اللي عمال أتكلم عنه في الآينز، أنا عندي صوديوم داخل بسرعة كبيرة جدا، فده اللي تسبب عندي في الديبولاريزيشن. عندي بوتاسيوم كان في الطبيعي أصلا قبل الديبولاريزيشن عمال يخرج برا. كان عندي مثلا في الرابد سمول فيز عندي كلورايد بيدخل، فأنا ما اتكلمش خالص عن الكالسيوم. ما هو الكالسيوم هنا بقى في غاية الأهمية. هيحدث عندي توازن بين خروج البوتاسيوم ودخول الكالسيوم. تمام؟ تمام. طيب بيقول لك ليه بقى دخلنا الكالسيوم؟ اولا اصلا الكالسيوم دخل ازاي؟ هو دخل بسبب فتح تشانلز اسمها ال تايب، اللي هي اللونج لاستنج. تمام، ما علينا من الاختصار. ال تايب كالسيوم تشانلز، او اللي بنسميها برضو سلو كالسيوم تشانلز، التشانلز دي فتحت، فلما فتحت خرجت منها حاجه اسمها ديبولارايزنج كالسيوم. يعني ديبولارايزنج كالسيوم هي ايونات كالسيوم عاديه، بس خدت اسم الديبولارايزنج ده بسبب الوظيفه اللي هتعملها دلوقتي. تعالوا نشوف ايه هي اصلا. الايونات الكالسيوم دي لما بتدخل جوه السل بتحفز خروج ايونات الكالسيوم اللي متخزنه جوه حاجه اسمها الساركوبلازميك ريتيكولوم، ودي بتكون جوه السل اصلا. يعني هو عايز يقول لك ان في كميه كالسيوم كبيره جوه السل بالفعل ومتخزنه جوه الساركوبلازميك ريتيكولوم، ولكن عشان هي تطلع اصلا انا محتاج حاجه من بره تاكتفها او تطلعها. طب ايه هي؟ كالسيوم زيها بس اسمه ديبولارايزنج كالسيوم. ليه؟ عشان هو بيحفز طلوع الكالسيوم اللي متخزن جوه الساركوبلازميك ريتيكولوم. طيب الفرق بين ده وده ايه؟ في الاسماء. الديبولارايزنج كالسيوم ده الكالسيوم اللي دخلناه، اللي هو في بينه وبين البوتاسيوم ده توازن فتسبب عندي باللاتوفيز، والكالسيوم ايونات الكالسيوم اللي احنا حاولنا نخرجها من جوه الساركوبلازميك ريتيكولوم اسمها ايه؟ اكتيفيتور. ففرق يا دكتور بين الديبولارايزنج كالسيوم اينز والاكتيفيتور كالسيوم اينز. تمام، الرابيد لارج فيز اخر فيز اهي. رابت عرفنا ليه لارج؟ عشان احنا شفنا على الجراف كانت نازله كبيره كده، على عكس الثانيه اللي هي الرابت سمول فيز كانت كيرف زونتوت خالص كده. تمام، بيقول لك ايه؟ ات لاستس انتل ذا ريستنج ممبرين بوتنشال از ريتشد. تمام، انا بفضل مستمر في الفيز دي لغايه ما اوصل عند الفيز بتاعه الراحه اللي هي الريستنج ممبرين بوتنشال. ده التارجت بتاعي. اوكي، it is caused mainly by the marked increase in potassium efflux through the voltage negative gated potassium channels. تمام، besides the inactivation of calcium channels. بالراحه بقى، اللي بيحصل عندي هنا، اللي بيحصل عندي اللي خلى ان احنا نستمر في الرابيد لارج فيز، ان فجاه كده بعد ما تمت العمليات اللي فاتت
خلاص رجع عندي البوتاسيوم يخرج بره السل بالنورمال ريت بتاعه بالشكل الطبيعي بتاعه، فنقول ان ايه حصل ماركت انكريز، ما هو كان يعني بدا يخرج اهو بس مش بالطبيعي. فلما بدا يخرج بالطبيعي قلنا ايه؟ قلنا حصل ماركت انكريز ان بوتاسيوم افلوكس ثرو ذا فولدج نيجاتيف جيدد شانل. تمام. وفي نفس الوقت انا بعمل برضو ان اكتيفيشن للكالسيوم شانلز. فتاخد بالك كده يا دكتور، احنا لما بندخل حاجه ونخرج حاجه لازم نعمل ايه؟ مثلا ان اكتيفيشن للاين اللي كان بيدخل في الفيز اللي قبلها، تمام، وبعد كده نبدا ندخل بقى ايه او نخرج او ايا كان اللي هنعمله مع الاينز الجديده. تمام. فهو عملنا ان اكتيفيشن للكالسيوم اللي كان داخل خلال مرحله البلاتو، وبعد كده خلاص حصل الماركت انكريز في البوتاسيوم افلوكس بتاعنا. تمام. بيقول لك هنا بقى ان فيز نمبر 1، سيبكم من ده، فيز نمبر 0 اللي هي الرابيد ديبولاريزيشن، تمام، حصل فيها اوبننج للفاست صوديوم شانلز، فتسبب عندي فيه دخول الايه الصوديوم. تمام. فاحنا اهو في الديبولاريزيشن اللي حصل معانا، الاين اللي دخل معانا ايه هو؟ هو الصوديوم. تمام. الشانلز دي فتحت، الشانلز السريعه دي فتحت فدخلت عندي صوديوم بكميات كبيره وبسرعه. نيجي على الفيز اللي بعدها اللي هي الفيز نمبر 1. فيز نمبر 1 اللي حصل فيها اسمها ايه اصلا؟ اسمها سمول اند فاست ريبولاريزيشن. حصل عندي غلق لي التشانلز بتاعت الصوديوم، زي ما قلت لكم المثال بتاع العربية، انا لو كنت ماشي على سرعة بسرعة جدا على الطريق وعايز اوقف عشان او مش عايز اوقف، انا عايز الف وارجع ورا، فهعمل ايه؟ هوقف بعد كده الف وارجع ورا، مش هينفع الف فجأة وانا ماشي كده اقوم فجأة لافف، مش هينفع اصلا. فعملنا ايه؟ عملنا غلق لبوابات او التشانلز بتاعت الصوديوم دي. فعملنا ايه بعدها على طول؟ قمنا مدخلين بوتاسيوم، مخرجين بوتاسيوم، عملنا بوتاسيوم افلوكس عشان نحاول نرجع للطبيعي بتاعنا، وبرضو عملنا انفلوكس للكلورايد ايه اينز. تمام. افتكروا الكلورايد عشان هو مميز هنا. تمام. فيز نمبر 2 اللي هي البلاتو اللي حصل فيها اوبننج للسلو كالسيوم تشانلز، تحديدا التشانلز دي اسمها ال تايب، والاختصار بتاعها كان اللونج لاستنج تايب ايه كالسيوم تشانلز. فدي عملت ايه؟ عملت انفلوكس للكالسيوم تشانلز، وده كان ان بالانس ويز ايه السلو انفلوكس اوف بوتاسيوم. يبقى انا كان في الفيز دي عندي اين بيدخل واين بيخرج، الاين اللي بيدخل هو الكالسيوم، الاين اللي بيخرج هو البوتاسيوم. نيجي في اخر فيز اللي هي اللارج فيز نمبر 3 اللارج اند رابيد ريبولاريزيشن، عندي ماركت انكريز ان بوتاسيوم افلوكس. تمام. نيجي بقى للريليشن بتوين ميكانيكال ريسبونس اند اكشن بوتنشال. في عندي ريليشن بتوين الميكانيكال ريسبونس اللي هو الكونتراكشن والريلاكسيشن والاكشن بوتنشال. احنا قلنا في اول الفيديو او اول الشرح ان الاكشن بوتنشال بيحصل الاول، بعد كده بيلي الميكانيكال ريسبونس ده اللي هو الكونتراكشن يعني. تمام. فتعال نشوف الريليشن بينهم. بيقول لك ان الميكانيكال كونتراكشن ده بيبدأ على طول بعد ما الديبولاريزيشن بيبدأ. تمام. حتى هنشوف هنا انا عندي هو ده الديبولاريزيشن كله. اوكي. من فين بدأنا بقى الكونتراكشن؟ اهو بدأ هنا يعتبر كده خلاص، او هنا. المهم يعني ان هو بدأ بعد ما الديبولاريزيشن بدأ. تمام. بيقول لك جاست اهو، جاست دي بتفيد ان الموضوع بدا فورا كده، جاست افتر ديبولاريزيشن اند لاست مره ونص از لونج از ذا ديوريشن اوف اكشن بوتنشال. هو عايز يقول لك ان هو مدته اطول من الاكشن بوتنشال بمره ونص، وده باين عندي من الجراف. تمام. كونتراكشن ريتشز اتس ماكسيمم باي ذا اند اوف بلاتو. الكونتراكشن عندي اهو ده الماكسيمم بتاعه، وصل للماكسيمم بعد ما خلصنا البلاتو يا دكاتره. تمام. يبقى الجمله دي تمام. بيقول لك بقى الريلاكسيشن ستارتس وذ لارج رابيد ريبولاريزيشن فيز. انا بدات الريلاكسيشن اللي هو بيكون بعد الكونتراكشن
بعد ما الايه او مش بعد بقى مع with دي اللي هي مع large rapid response large rapid repolarization phase. تمام اهو باين من الرسم انا بدات الريلاكسيشن اللي هو من اول هنا كده بداته مع ال large rapid repolarization phase. Repolarization is complete by the end of the first half of diastole. تمام الدايستول اللي هو الريلاكسيشن فهو عايز يقول لك ان الريبولاريزيشن كله انتهى وتم مع نهايه الفيرست هاف النص الاول من الدايستول. ماشي اهو يعتبر اهو تمام. اكسايتابيليتي تشينجز ديورينج ذا اكشن بوتنشال. في اول برضو الشرح كنا بنقول ان من حيث التايم الاستيمولس بتاعي لازم يكون مراعي ان الفترة اللي انا فيها دي فترة انا قادر كعضلة القلب يعني قادر استجيب ليك قادر استقبل استقبل الستيمولس. تمام فتعالوا نتكلم بقى عن الفترات دي. في فترات عضلة القلب ما بتقدرش ان هي تستجيب لأي ريسبونس. تمام تمام اول حاجة عندي الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، تاني حاجة الريلاتيف ريفراكتوري بيريود، اخر حاجة السوبر نورمال فيز اوف اكسايتابيليتي. تمام تمام absolute refractory period it's the period during which excitability is completely lost. انا ما بيكونش عندي اي قابلية لان انا استجيب لاي stimulus مهما كان stimulus ده عبارة عن ايه قوته ايه ايا كان. انا هو مش محقق لي الشرط بتاع التايم وانا قلت لك strength زائد تايم مع بعض يحقق الاتنين accepted تفضل، لكن حققت واحد واخليت بيه التاني مش هينفع خالص انا كعضلة قلب استجيب ليك. تمام او حتى هو بيقول لك اهي any stimulus whatever its strength fails to excite the cardiac muscle ايا كانت قوة الستيمولس ده مش هيقدر خالص يكسايد الكارديك muscle. بتقول بيقول لك ان البيريود دي اللي هي الابسوليوت ريفراكتري بيريود دي بيكون فيري لونج. بس اذا كتر احنا بنتكلم برضو في ملي سكندز بنتكلم في حاجه اقل من المينتس فمهما قلت لك فيري لونج حتى لو وصلت لمينت فيري لونج اصلا يا دكاتره هنا مقارنه بالوقت اللي بنتكلم فيه. ما تفكرش فيري لونج دي اللي هي هتقعد لك مثلا 6-7 دقائق هيكون الشخص خلاص مش هينفع اصلا. تمام ففيري لونج ما تتغرش بيها لا احنا بنتكلم بشكل نسبي يعني فيري لونج بالنسبه مثلا دي فتره الريستنج فتره الديبولاريزيشن فتره البلاتو مثلا. تمام ايا كان يعني تمام بيقول لك بقى ان الفتره دي تمام بتكون متفقه مع الديبولاريزيشن تمام اند اندز باي ذا اند اوف بلاتو يعني هي بتبدا كده مع الديبولاريزيشن وبتنتهي بانتهاء تماما البلاتو. تمام يعني عايز يقولك كده بالبلدي هو الديورنج السيستول اوف كاردياك ماسل طول ما في كونتراكشن في ابسوليوت ريفراكتوري بيريود مستحيل انت كستيمولس تقدر ايه تحفزني او ان انا استجيب ليك اصلا. تمام تمام so the cardiac muscle during systole doesn't respond to any stimulus and cannot be detonized يعني detonized يعني ما ينفعش ان هي يحصل contraction فوق الcontraction يعني انا استجيب لstimulus وانا اصلا بيتم الstimulation بstimulus اهو انا قاعد بستجيب لواحد اقوم استجيب لواحد عليه. تمام فتو contractions فور بعض هيحصل detonization هيموت العيان على طول ما فيهاش كلام. تمام ليه لان هو كده فقد خاصية البامبينج الهارت act as a pump فلما يحصل له تيتانيزيشن البامب دي ما خلاص ما فقدت ففقد القلب. تمام فبيقول لك اهو no continuous contraction ما ينفعش يحصل عندي continuous contraction انا لازم كبامب انا بكونتراكت وبريلاكس بكونتراكت عشان اجكت الدم اللي انا جمعته في فترة الريلاكسيشن فبيحصل لي ريلاكسيشن ليه عشان يحصل لي filling of blood فلما يحصل filling of blood ايه الخطوة التالية على طول contraction ليه عشان اجكت البلود ده. تمام تمام
أو بيقول لك tetanization of the cardiac muscle is fatal because the heart loses its action as a pump. Because to act as a pump, it must relax to be filled with blood and contract to eject the collected blood. نفس اللي احنا لسه قايلينه يا دكاتره. انا ك heart انا شغال as a pump، ما ينفعش اطول في فتره الكونتراكشن بتاعتي او يحصل لي يعني tetanization، تمام؟ فبالتالي هفقد قدرتي اصلا على الفيلينج، فهفقد قدرتي على البامبنج. اوكي. ولما قلت ما ينفعش اطول في فتره الكونتراكشن، اطول عن الحد المسموح، اوكي، اطول لدرجه انها حصل لي تيتانايزيشن، تمام. نيجي عند البيريد نمبر 2 اللي هي الريلاتيف ريفراكتوري بيريد. بيقول لك the excitability of cardiac muscle is partially recovered. يعني هو انا مش هينفع استجيب بس نص نص، يعني ممكن لو الستيمولس اللي داخل عليا ده لقيته قوي ممكن استجيب عادي، بس قوي قوي ممكن ساعتها استجيب، على عكس خالص الابسوليوت ريفراكتوري بيريد. هي حتى باسمها ابسوليوت، انا مستحيل استجيب لاي ستيمولس، قوي بقى جدا مش قوي ايا كان وضعه ايه، انا بلوكت، انا مش هستجيب. لكن الريلاتيف من اسمها حتى ريلاتيف، انا ممكن استجيب بس بشرط تبقى قوي جدا، ساعتها هستجيب، اوكي. فبيقول لك ايه، عشان كده قال لك الاكسايتابيلتي اوف كارديك ماسل از بارشلي ريكفرد، يعني عادت بس نص نص، بارشلي، تمام. ديورينج ذس بيريود بيحصل ايه، او بيقول لك ايه بقى، سترونجر ستيمولاي the normal، تمام، are required to excite the muscles. يعني انا عايز stronger stimuli than the threshold. مش احنا قلنا الدكاتره في threshold لازم اوصل لها، تمام، هي المينيمم. طيب انا وصلت للthreshold، لا انت علي عليها وكتير كمان، مش كتير قوي يعني بس اكتر بنسبه حلوه، عشان اقدر انا كسل او سوري انا كعضله قلب استجيب. انا اصلا مش بستجيب، فانت حاول ايه تتحفزني بشويه مزايا مثلا. فالميزه ايه، ان انا قوي جدا، فخلاص تمام. تاني حاجه بيقول لك عنها، هي بيقول لك ايه، كورسبوندز تو ذا لارج رابيد ريبوليزيشن. هي زي ما اتكلمنا عن الابسوليوت وهي بتحصل فين او مع مين، تزامنا مع مين، هنا بنتكلم ان الريلاتيف ريفراكتوري بيريد هي بتبقى بالتزامن مع الفيز اللي هي اللارج رابيد ريبوليزيشن، تمام. occupies the first half of diastole. خلاص، فاحنا نبقى عارفين كده كويس، عشان دي الريليشن. يعني لما يقول لك الريليشن اهو بين الايه، الاكشن بوتنشال ومثلا الكونتراكشن، وانا بتكلم عن البيريودز دي، فهيقول لك ان البيريود دي بتبقى مع اللارج رابيد ريبولاريزيشن، او يعني بتحتل الفيرست هاف اوف diastole اللي هو الريلاكسيشن، تمام. اخر فيز عندنا او اخر بيريود عندنا من 3 بيريودز اللي بنتكلم عنهم، هي السوبر نورمال فيز اوف اكسايتابيلتي، تمام، او الدينجرس فيز، بتتقال برضو عليها دينجرس فيز. ليه بقى، هنفهم دلوقتي. it is the period during which the excitability of the cardiac muscle is increased. انا بيحصل عندي increasing في الاكسايتابيلتي. فده معناه ايه يا دكاتره؟ الاكسايتابيلتي دي اصلا لو فصلناها بشكل تاني عشان نفهم، كأنك انت دلوقتي شخصية عصبية جدا جدا جدا، فبالتالي الشخصية العصبية قوي دي بشكل مش طبيعي، لو انا جيت بس زي كأني مثلا ايه هنفخ كده بس في وشها، انا هلاقيه مسكني ضربني وبهدلني، تمام. ليه؟ لان هو عصبي جدا، فانت مش محتاج حتى تنرفزه، هو متنرفز جاهز، فانت لو بس عملت فيه ايه هيقوم بالواجب بزيادة، تمام. ده معنى ان الاكسايتابيلتي زادت. طب لو انا بقول لك الاكسايتابيلتي بتاعتي نورمال، يعني انا شخص عادي، والله انت عملت حاجه تستحق ان انا اتعصب هتعصب، ما عملتش حاجه تستحق خلاص. طب لما اقول لك بقى ان الاكسايتابيلتي قلت، الاكسايتابيلتي قلت دي يعني انا بقيت شخص بارد جدا جدا جدا، فعشان انت تقدر تعصبني لازم تكون عملت فعل يعني كبير جدا جدا. طب نترجم كلمه عملت فعل كبير جدا دي بايه؟ نترجمها ان انت عليت على الثريشولد، عليت عليها جدا، تمام. فانت قدرت ساعتها ان انت ايه تحفزني، اوكي. فاحنا هنا في انهي حاله؟ احنا في الحاله بتاعه الشخصيه الهايبر العصبيه جدا 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 دي، عصبيه عن النورمال. فلما الاكسايتابيلتي زادت عن النورمال، فلو حرفيا اي ستيمولس معدي كانت الطاقه بتاعته او الالكتريكال تشينج بتاعته او ايا كانت التسميه اللي هنقولها قليله خالص لا تذكر، هيتم تحفيز الايه الكاردياك ماسل سايت. طب دي حاجه خطر في ايه؟
ايوه طبعا دي حاجه خطر. انا دلوقتي كهرت، انا مثلا عايزه استريح، هلاقي فجاه على طول عندي ستيمولس بيحفزني، فده هيعمل ايه؟ هيعمل ارهاق طبعا وغيره كتير. بيقول لك a weak stimulus than threshold can exist the excite the cardiac muscle زي ما قلنا. تمام، بيقول لك the super normal phase دي بتكون بالتزامن كده مع الايه، مع second half of the diastole، خلاص، تحديدا after the end of action potential. خلاص، مهم يا دكاتره ان نبقى عارفين هي بتبقى بالتزامن مع مين، سواء دي او الابسوليوت او الريفراكتوري او الريليتيف. تمام، ده جراف بيوضح التزامن بتاع الابسوليوت ريفراكتوري بيريود مع الريليتيف ريفراكتوري بيريود، مع بقى الاكشن بوتنشال، مع كونتراكشن، مع ريلاكسيشن، الكلام ده. الخصوصيه الثانيه يا دكاتره هي الاوتورايزماستي. يعني ايه اوتورايزماستي؟ بيقول لك هي the ability of cardiac muscle to contract in a regular continuous manner without any stimuli بين قوسين كده self excitation. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك هي قدرة عضلة القلب ان هي تكونتراكت، تمام، بشكل مستمر ومنتظم، تمام، without any stimuli. لو فسرنا اصلا كلمة autoresmacity وقسمناها لجزئين، هنلاقي ان كلمة auto دي بنفسرها لما قلنا جملة without any stimuli، يعني منها فيها كده القلب منه فيه هو اللي هينشئ الايه، النبضة دي. اوكي، طيب لما جينا قلنا resmacity، تمام، فسرناها بجملة ايه، regular continuous manner، يعني بشكل منتظم ومستمر. خلاص، فاحنا عندنا الكلمة او الخاصية منقسمة لجزئين، autoresmacity، فبفسر كلمة O to B without any stimuli يعني معتمدة على نفسه، القلب معتمد على نفسه، self excitation يعني، و resmacity ان هي مش اي اعتماد، مش اي نبضة، لا النبضة regular و continuous. تمام، بيقول لك ايه، it's myogenic in origin. يعني ايه؟ يعني القلب، عضلة القلب لما بتيجي تعمل النبضة بتعملها بنفسها by itself، ما بتستعينش بحاجة بره. حاجة زي ايه مثلا؟ نيورونز، هي بتستعينش بنيورون، مفيش عندي نيورون بيروح هو اللي يديها الكهرباء دي بإنشيات الكهرباء، لا، عضلة القلب بإنشيات منها فيها كده. خلاص، طيب امال اصلا ايه دكاتره كده فايده النيورونز بقى؟ انا عماله اقول في نيورون رايح للقلب ونيورون مش عارف بيعمل ايه مع القلب والنيرف الفلاني، طب ليه النيورونز يا دكاتره او النيرفز مثلا ايه وظيفتها مع القلب؟ وظيفتها ان هي بس بتريجولاي، يعني مجرد تنظيم بس، لكن ان هي تنيشيت نبضه لا، هي بتنظم بس. تمام، بيقول لك ايه، بيقول لك نورمالي It is initiated by the pacemaker of the heart اللي هي الـ SA node. تمام، هنفهم الكلام ده قدام. بس يعني pacemaker يعني هي كأنها هي المايسترو، هي اللي بتقوم كل حاجة. ايه هي؟ هي الـ SA node. ايه هي الـ SA node؟ هنعرف قدام. تمام، اوكي، action potential of automatic cells دي اللي احنا قلنا عليها لما كنا بنشرح في الاكشن بوتنشال اوف ذا اوردينري كاردييك ماسلز، كنا بنقول عليها ايه، جبنا سيرتها وقلنا ان هي سلو ريسبونس. ليه؟ عشان لو تفتكروا قلنا ان الايون اللي مسؤول عن احداث الديبولاريزيشن هنا هو الكالسيوم ايون، وده كالسيوم وده ايون، مشكلته ان هو بطيء شويه في عمليه الدخول. تمام، نيجي هنا نشوف الريستنج ميمبرين بوتنشال، القيمة بتاعته على عكس بقى الاكشن بوتنشال في الاوردينري كاردياك ماسل، هنلاقيه هنا من نيجاتيف 55 لنيجاتيف 60. هتلاحظوا ان هو ملهوش قيمة ثابتة يا دكاترة، وده هنفهمه قدام شوية. تمام، البيس ميكر تيشو از كاركترايزد باي انستابل ميمبرين بوتنشال وذ ليدز تو سبونتينوس، معلش يا دكاترة الجملة دي لازقة في بعض، spontaneous depolarization. تمام، يعني ايه الكلام ده؟ هو عايز يقولك ان الممبرين بوتنشال في حالة الريستنج مش زي الاكشن بوتنشال اللي كان بيحصل مع الاوردينري كاردياك ماسل، ان هو ثابت عند نيجاتيف 90، لا، وبيحصل فيه شوية كده تغيرات فبتخليه
مش ثابت عند قيمة معينة، وده أصلا اللي بيساعدني في عملية spontaneous depolarization، يعني دايما مستمرة. تمام. When it reaches the firing level it produces a prograded action potential. هو بيقعد كأنه بيتحفز كده، يعني يطلع كل شوية نيجاتيف 55، يطلع شوية 56 60 مش عارف ايه وكده، يقعد يطلع بس مش بيعمل مش بيوصل للفايرنج ليفل. يعني ايه فايرنج ليفل؟ هو الليفل او البوينت على الجراف بتاع الاكشن بوتنشيال، قيمة يعني فرق الجهد اللي عندها بيبدأ بقى الديبولاريزيشن. حتى بنسمعها كلمة فايرنج، هي ليه اتسمت فايرنج؟ لان احنا لما بنفاير بنضرب نار، احنا بنوصل لنقطة كده خلاص احنا ضربنا النار، فالطلقات بتبدأ تطلع مع نفسها كده، منعرفش نتحكم فيها. فنفس الكلام هنا، هو احنا هنوصل لفايرنج ليفل لبوينت معينة من فرق الجهد، وبعد البوينت دي بيحصل بقى ديبولاريزيشن منقدرش نتحكم فيه. تمام. حاجة مميزة هنا ان في الاوتوماتيك سيلز انا ما عنديش بلاتو، رغم ان انا كان عندي في الاوردينري، لا انا هنا في الاوتوماتيك سيلز انا ما عنديش بلاتو. تمام. زي ما قلنا action potential of automatic cells بيتسمى بالslow response action potential، وفهمنا ليه. بيكون من 3 phases على عكس الـ action potential اللي كان في الordinary، كان عندي phase number 4 phase number 0 1 و 3، كان عندي 4 phases، هنا عندي 3 phases بس. اول phase هي resting membrane potential phase number 4، بعدها على طول depolarization phase number 0، ونطينا نطة وكتبنا فيز نمبر 3 اللي هي الريبولاريزيشن. طب انا ليه سميتها 3 على طول؟ ليه ما حطيتش 1؟ لاني انا 1 دي انا هنا لما بسمي الدكاترة بريفير برضو دي تو ذا اوردينري كاردييك ماسل، الاكشن بوتنشال بتاع الكاردييك ماسل. فانا كنت بادئ ايه 4 0 1 2 3. فهنا اللي مش بقى مركز في الاول ومش عارف سبب تسمية الاول 4 و1 و0، او مش سبب تسمية، كان عارف اصلا ايه الفيز 0 وايه الفيز 1 والحاجات دي بتطلق على ايه، مش هيفهمها دلوقتي. هيلاقي يعني انه ايه فيز 4 بعد كده 0 بعد كده في حاجه مفقوده، 1 و 2 راحوا فين؟ هوبا نطينا على الثلاثه. ما هنا بقى الفكره ان انا ما عنديش بلاتو وما عنديش الرابيد سلو ريسبونس، يعني هي او سلو ريبولاريزيشن. انا على طول بدل ما كان عندي الحته دي كده اللي هي فيز نمبر 1 بعدها بلاتو، لا هما الاثنين دول مش موجودين، ففيش عندي فيز نمبر 1 ومفيش عندي فيز نمبر 2، على طول 0 3. تمام. اول فيز عندنا الريستنج ممبرين بوتنشال فيز نمبر 4، دي بتكون اباوت نيجاتيف 55 تو نيجاتيف 60. لو شفنا هنا على الجراف يا دكاتره هنلاقي اصلا انه يعني ريستنج ممبرين بوتنشال هو مش ثابت، هو انتوا شايفين اهو في كيرف في سلو في ميلر، العكس الاكشن بوتنشال اللي كان في الاوردينري كان كده، صح ولا ايه؟ كان ثابت عند قيمه معينه نيجاتيف 90. ف ده تفسيره ان احنا ليه بنقول اصلا من نيجاتيف 55 لنيجاتيف 60. اوكي. It is unstable as it shows a state of slow spontaneous depolarization. هو بيتميز او مش بيتميز، هو بيوصف بان هو unstable. بس الـ unstability دي ميزة، ان هو ده اللي بيساعدني قدام في الـ spontaneous بقى depolarization، واللي بيساعدني في الـ spontaneous عامة. الـ continuous ده اللي بيساعدني فيه ايه؟ هو الـ unstable دي، الـ unstability دي. تمام. بيقولك when it reaches the firing level اللي هو بيكون من يعني around كده negative 40، it produces a prograded action potential. خلاص وصلت الفايرنج ليفل، فيبدا بقى الديبولاريزيشن ويكمل الاكشن بوتنشال براحته. تمام. بيقول لك برده هو بالتزامن مع البيريد اوف دايستول سو كولد دايستوليك ديبولاريزيشن، الريستنج ممبرين بوتنشال دي بتبقى متزامنه مع الدايستول يا دكاتره ريلاكسيشن. طيب it is caused by it is mainly due to gradual decreased permeability of the automatic cell to potassium ions leads to decreased potassium efflux. وعايز يقول لك ان البوتاسيوم permeability قلت، فما بقاش في عندي بوتاسيوم بيخرج زي الاول. تمام. ده
السبب الاولاني. السبب اللي بعديه ان حصل opening للشانلز بتاعت الصوديوم زي ما كان بيحصل في الايه في الاوردينري، فالشانلز دي فتحت فدخلت لي انفلكس، دخلت لي صوديوم، فحصل عندي صوديوم انفلكس. تمام، ده حصل امتى؟ يعني about النيجاتيف 60. تمام. فانا اول حاجه حصلت عندي خالص ان انا قللت البوتاسيوم افلكس، خلاص. فولنعتبر نفسنا كنا مثلا عند نيجاتيف 62، خلاص اهو نعمل رسمه. هي دكاتره هنا كده مثلا كنا عند نيجاتيف 62، بعد كده لما حصل بوتاسيوم افلكس ال فطلعنا شوية عند نيجاتيف 60، خلاص. واحنا عند نيجاتيف 60 بقى ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل عند نيجاتيف 60؟ على طول فتحت الصوديوم تشانلز دي، دخلت لي صوديوم انفلكس. بس الصوديوم انفلكس هنا احنا بنسميه فاني كيرنت. ليه فاني كيرنت؟ عشان وهو بيدخل كده بيدخل معاه شوية بوتاسيوم. طب ليه تسمى فاني؟ عشان البوتاسيوم والصوديوم الدكاترة في الاكشن بوتنشال دايما بيكونوا عكس بعض، ففكرة ان هما يخشوا كده مع بعض او يحدثوا في التزامن مع بعض فالعلماء سموها فاني كرنت، يعني حاجة لطيفة كده على جنب. تمام، فخلاص متفقين اهو احنا من ماينس 62 وصلنا نيجاتيف 60 اهو ولا ماينس 60، فده اللي مخلي اهو بتبدأ عندي الفكرة بتاعت انه ليه هي unstable، ليه الحتة دي اللي هو او الresting phase دي unstable، ليه متحركة كده. تمام، بعد ما وصلنا للنيجاتيف 60 واتفتحت الصوديوم channels هيحصل ايه اهو؟ its late part is completed by a calcium influx secondary to opening the T type اللي هي transient calcium channels. تمام، فده وصلني عند نيجاتيف بقى 50، فبقى عندي كيرف كده منطقي وطبيعي جدا. انا كنت عنده نيجاتيف 62، بعد كده بقيت عند نيجاتيف 60، بعد كده نيجاتيف 50. فدي كلها اسباب منطقية تخلي ان الريستنج ميمبرين بوتنشال بدل ما كان يبقى كده بقى كده. خلاص نحفظ دي دكاترة عشان مهمة. طيب ايه هي اهمية الحتة بتاعت الانستابيليتي دي؟ It is the cause of auto-rhythmicity of the heart, ability of the heart to beat regularly independent of or on nerves. تمام، فحتة الانستابيليتي دي مش عيب، لأ دي ميزة، هي خلتني اصلا اعرف اعمل الاوتوريزمستي، اعرف اعمل الخاصية دي نفسها. تمام، كمان ميزة بيقولك ايه؟ its rate of slope determines the heart rate. تمام، فبيديك كده ايه توضيح اكتر، بيقولك ال increase rate of slope of proportional leads to increase in heart rate and vice versa. يعني عايز يقولك ان كل ما الريت بتاع السلوب ده زاد هيؤدي لزيادة الهارت ريت، فدي حاجة منطقية. طيب نيجي عند الفيز التانية اللي هي الديبولاريزيشن. اللي حصل في الديبولاريزيشن بقى فيز نمبر 0 its upstroke is slow. فاكرين لما كنا في الـ ordinary cardiac muscles كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول sudden upstroke. هنا لا، هو upstroke بس slow شوي. حتى لو شفنا واحنا على الجراف، طلعنا قدام وشفنا الجراف اهو، يعني upstroke بس بسيط خالص، يعني مش زي اللي كان بيحصل في الـ ordinary cardiac muscle. لا، الديبولاريزيشن بتاعها كان كده وفجأة بقى كده. تمام، اوكي. فزي ما قلنا its upstroke is slow and of a small magnitude. يعني ايه small magnitude؟ اذا كتر احنا كنا في الordinary cardiac muscle كنا بنطلع من النيجاتيف 90 to positive 20، فالماجنيتيود او الفرق يعني اللي انا مشيته، المسافة اللي انا مشيتها كانت 120 ميلي فولت. لكن هنا انا بمشي من minus 55 تمام لي ماينس 40، فأنا about 10 ميلي فولت، يعني حاجة بسيطة خالص، عكس الايه؟ عكس اللي كنا بنوصله
في urinary cardiac muscle. حتى نشوف هنا على الجراف يا دكاترة، اهو نيجاتيف 40، بس حاجة وصلت لها تقريبا، او اهو لا انا مش من هنا معلش يا دكاترة، نيجاتيف 60 اقصى حاجة وصلت لها مثلا نيجاتيف 40 ولا حاجة، فالماجنتيود برضو قليل جدا. It's caused mainly by calcium influx. ايه اللي تسبب عندي في الديبولاريزيشن اللي تسبب عندي فيه هو ايه؟ الكالسيوم انفلكس. اوكي، على عكس زي ما قلنا في الاورديناري كاردياك ماسل كان الصوديوم انفلكس، فالكالسيوم لما دخل هو اللي عمل الديبولاريزيشن. طب دخل منين؟ دخل من نفس التشانل اللي دخل فيها في البلاتو لو تفتكروا، كانت نوعها ال تايب لونج لاستنج كالسيوم تشانلز. تمام، دخل تقريبا عند الفايرنج بوينت اللي هو او الفايرنج ليفل اللي هو نيجاتيف 40. خلاص، فنبقى عارفين كويس يا دكاتره مين الاينز المسؤوله عن ديبولاريزيشن. الاين اللي موجود في الاوردينري كان الصوديوم، الاين اللي موجود في الاوتوماتيك كان الكالسيوم. هي عند اخر فيز هي الريبولاريزيشن فيز، بيقولك هي مونوفيزك عادي لان هي كانت في الاوردينري ترايفيزك، لا هي مونوفيزك كمان ما فيهاش بلاتو. اوكي، ليه بقى يا دكاتره؟ البلاتو اصلا ده بيريفير تو كونتراكشن، فانا مش هكونتراكت هنا، انا مش هيحصل لي كونتراكشن، انا في اوتوماتيك. اوكي، فهي ليه يحصل لي كونتراكشن؟ اوتوماتيك دي كل وظيفتها ان هي بتانيشيت نبضه، هي كهربا. تمام، it is due to potassium efflux through voltage negative gated potassium channels. خلاص، منطقي والطبيعي. واحنا في الريبولاريزيشن اللي بيحصل ان انا عايزه اعود لحاله الراحه الطبيعيه بتاعتي، فكانت الحاله الطبيعيه دي ان البوتاسيوم بيطلع من انسايد السيل تو اوتسايد السيل، فخلاص انا برجع لها دلوقتي. تمام، بيقول لك هنا البوتاسيوم تشانلز ريمين اوبن فور ا لونجر تايم، تفضل مفتوحه لوقت طويل. انها تفضل مفتوحه لوقت طويل ده بتسبب عندي في ايه؟ كوزينج افلكس اوف مور بوتاسيوم اينز، فزودت عندي الافلوكس. It leads to the development of more negativity، زودت عندي النيجاتيفيتي beyond the level of resting membrane potency، وده اللي تسبب عندي في فيز معينه كده اسمها hyperpolarization. هو عايز يقول لك ان انا وانا بحاول ارجع للطبيعي بتاعي سبت البوابات بتاعه البوتاسيوم دي مفتوحه، هي المفروض بوابات البوتاسيوم دي بتتفتح تفضل تخرج لي باستمرار البوتاسيوم ده اوتسايد السيل، فانا كده خلاص انا في فتره الراحه بتاعتي عادي جدا. طيب لو انا سبتها مفتوحه لوقت اطول من الطبيعي هيحصل ايه؟ هيزيد طبعا الافلكس، هيفضل خارج اكتر كميه بوتاسيوم اكتر، فده هيتسبب عندي في مور نيجاتيفيتي. البوتاسيوم اللي هي البوتاسيوم ده بوزيتيف تشارج، فالبوزيتيف تشارج يا دكاتره هي مش ناقصه، هي خلاص هي عماله تقل اصلا، هي بتقل، هي اصلا قليله جوه، فمش ناقصه بقى ان انا اقعد ازود في الالالام بتاعها ده، ان انا اقعد اخرجها بره اكتر. فبالتالي انا كل ما اسيب الشانل دي مفتوحه فيحصل عندي انكريزنج في الافلوكس، بيحصل عندي ديفلوبمنت في الايه؟ في النيجاتيفيتي، بيبقى مور نيجاتيف. فلما يبقى مور نيجاتيف بنوصل لمرحله اسمها هايبر بوليرايزيشن. تمام، بيقول لك بقى it should be noted that this hyperpolarized state exists only for short time، هي بتكون موجوده بس الوقت قصير جدا، بس هي مهمه. But is necessary for pacemaker channels to be activated and without the membrane voltage becoming very negative at the end of this phase pacemaker channels remain inactivated. بيقول لك هي صغيره الريبولاريزيشن فيز دي صغيره، بس هي مهمه جدا ان احنا يعني ايه نوضح كده للبيس ميكر بتاعتنا، نقول لها على فكره انا رجعت لحالتي، يلا بينا نبدا نبضه جديده. بس تمام يا دكاتره، نيجي بقى عند الجراف ده بيشرح لي او بيوضح لي ازاي بيأثر الريت اوف سلوب على الهارت ريت ديترمينيشن. فزي مثلا ما احنا شايفين هنا الجراف اللي لونه اصفر ده بالاسلوب بتاعي بالشكل ده بيمثل لي اصلا ايه هنا؟
بيمثل لي الهارت ريت ديورينج السيمباثاتيك ستيميوليشن، معروف ان هو بيكون عالي. فبصوا الاسلوب بتاعه عامل ازاي. هنا لو شفنا مثلا الجراف سي او الكيرف ده لتر سي، ده بيمثل لي الهارت ريت في البارا سيمباثاتيك ستيميوليشن، اللي هو الهارت ريت اصلا بيكون ساعتها قليل. فشايفين الاسلوب بتاعه عامل ازاي. فهي كلها لعبه علاقه بين الاسلوب والهارت ريت. تمام، نيجي عند اخر بقى خاصيه معانا النهارده، هي الكوندكتيفيتي. واتس ذا مينينج اوف كوندكتيفيتي؟ الكوندكتيفيتي دي معناها ان هي البروبرتي الخاصيه باي ويتش كاردياك اكسايتيشن ويف از كوندكتد فروم اس اي نود، المنشا بتاعها through the cardiac tissue. يعني هو عايز يقول لك كده من معناها بالعربي اصلا التوصيليه، يعني انا بوصل الويف اللي حصل لها اكسايتيشن دي، او يعني الاكسايتيشن ويف، بلاش الويف اللي حصل لها اكسايتيشن، الاكسايتيشن ويف دي بوصلها من الاس اي نود تمام لغايه باقي اعضاء او باقي انسجه الكارديك ماسل. تمام، propagation of cardiac embolus. The cardiac embolus are propagated from SA node through. ال SA node دكاترة هي منشأ الامبلس أصلا. فمن المنشأ كده هبدأ أروح بقى على بقية التيشوز. أول حاجة ال atrial cardiac muscle fibers. بتروح على ال atrial على طول، cardiac muscle fibers ال atrium بسرعة أو بريد 0.5 meter square meter second per second. تمام، ده منطقي لان الاس اي نود ناحيه الاتريوم، فبالتالي هي بتعدي الاول على الاتريوم. تمام، بتعدي على اتريوم معين اللي هو الاتريوم اللي في جهه ال في الجهه دي. ده كتر، بصوا احنا كده اهو، ده اتريوم وده اتريوم وده فنتريكل وده فنتريكل. فالاس اي نود بتبقى هنا، فبتعدي على الاتريوم ده. من هنا بقى انا عايز اخلي الاتريوم ده برضو وتوصله النبضه في نفس الوقت، تمام، عشان تبقى 1 يونت. فبنيجي هنا بقى لدور حاجه اسمها 3 انترنودال باندلز. انترنودال باندلز، الباندلز دي هي اللي بتساعدني ان الامبلس دي توصل من هنا لهنا في نفس التوقيت، تبقى كانها موجوده في الاثنين. تمام، طب ايه الريت بتاعها؟ 1 متر بير سكند. نيجي بعدها على طول على الاي في نود. الاي في نود تمام، الامبلس بتوصل لها بريت معين الا وهو 0.05 متر بير سكوير او بير سكند، اسف بير سكند. تمام، فبيوصل للاي في نود. بعد الاي في نود على طول بيوصل للاي في باندل. تمام، والباندل برانشز ات ريت اوف 1 متر بير سكند. بعدها على طول بننتقل للبريكنجي فايبرز ات ريت اوف 4 مترز بير سكند. تمام، ولو بنلاحظ دلوقتي ده اعلى اصلا ريت، واحنا بنهتم هنا جدا بالريت. في الاخر خالص البركنجي فايبرز وزعت بقى الامبلس على الفنتريكل بتاع الهارت كله، وصلته بريت كام؟ بريت 0.5. ركزوا في الريتس يا دكاتره. خلاص، فبالراحه كده تاني، انا كنت مع الاس اي نود خدت منها الامبلس وصلتها للاتريال كاردياك ماسل. طب هو وصلته للاتريوم واحد، عايز اوصل الاثنين في نفس الوقت عشان ياكتوا از ا وان يونت. عملت ايه؟ وصلت على طول على ال 3 انتر نودال باندلز. 3 انتر نودال باندلز دي مهمتها ان هي بتخلي التو اتريومز يعني توصل لهم النبضه في نفس الوقت. بعدها على طول رميتها على الاي في نود. تمام، بعد الاي في نود منطقي قوي اي في باندلز زي ما كان بيحصل فوق، يعني الاس اي نود بعدها الاتريال وبعد الاتريال على طول ايه ال 3 انتر نود. فهنا اهو الاي في نود بعدها الاي في باندلز. تمام، عشان ما ننساش ده كنت بحاول بس ايه اربطها ببعض. بعد الاي في باندلز عندي البركنجي فايبرز، اخرا خالص الفنتريكل. الفنتريكل اخر حاجه بيتوصل لها الامبرس. يبقى احنا بدانا يعني بعد الاس اي نود بدانا بالاتريوم ونهينا بالفنتريكل، وفي النص ايه الانتر نود الباندلز، الاي في نود، الاي في باندلز، البركنجي فايبرز كده يعني يا دكاتره. تمام، نيجي بقى لجزئيه مهمه او سؤال مهم. بيقول لك the AV node has the slowest rate of conduction. لو لاحظنا كده اهو الاي في نود كانت واخده ريت اوف ايه اوف 0.05. السبب عندي سببين. اول سبب to delay the start of ventricle contraction. انا عايزه اخر يا دكاتره الكونتراكشن. ليه؟
ليه؟ like till the end of atrial contraction to allow adequate ventricle filling. انا عايز يحصل عندي filling بشكل مظبوط، فانا لما اخر شويه الكونتراكشن، تمام، لما اخر بدايه الكونتراكشن هدي وقت وسمحيه ان الفنتريكل يبدا يملي دم، يحصل له filling. تمام. تاني سبب to protect the ventricles against the high pathological atrial. تمام. تاني سؤال أو تاني ملحوظة، the AV bundle, the bundle branches and the Purkinje fibers have the highest rate of conduction. تعالوا نعرف ليه. بيقولك to excite the whole ventricle as one unit at the same time, leading to powerful contraction of the ventricles. هو عاوز يقول لك ان هما عشان الAV bundle والA bundle branches والBurkinje fibers تخلي الventricle ينقبض as a one unit، فخدت the highest rate of conduction. اصلا هي اسرع rate of conduction، فده ادى لايه؟ ادى لـ powerful contraction of ventricles. تمام، وبكده تكون خلصت محاضرة النهاردة يا دكاترة. هنحل مع بعض some questions بس عشان الموضوع يبقى ايه clear معنا. اول سؤال عندنا، the slowest rate of conduction of cardiac embolus is ايه يا دكاترة؟ احنا لسه قايلينها، ايه هو the slowest rate of conduction؟ طيب هي letter B، هو ال AV node، وعرفنا ليه. تاني سؤال، the absolute refractory period in the ventricles ايه الصح بالنسبة لي absolute refractory periods in the ventricles؟ يعني اول حاجة is the period when the ventricles are completely inexcitable، ولا corresponds to the period of ventricle depolarization، ولا corresponds approximately to the period of ventricle contraction، ولا decreases during sympathetic stimulation of the heart. لا، هو الأربعة صح، الأربعة صح. تمام. آخر سؤال، marked decrease in the duration of diastole causes an increase in. أنا لما كنت بطول الدايستول اللي هو الريلاكسيشن، كنت بطوله عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر يحصل عندي ventricle filling، يحصل عندي blood filling. تمام. وبكده يا دكاترة تكون خلصنا محاضرة النهاردة. شكرا لكم.